لا أسترسل في هذا، ولكني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأوصيكم بالإكثار من ذكر الله جل وعلا، والإكثار من التسبيح والتهليل والتحميد. والنبي أخبر أن من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه، وهذا فضل عظيم من الله جل وعلا، فلتحرص. ثم أيضا النبي أخبر أن الاستغفار من أفضل الأعمال، وينبغي أن يختم به كل مجلس. إن كان المجلس مجلس خير صار ذلك الاستغفار كالقفل يغلق على هذا الخير العظيم، وإن كان المجلس دخله شيء من اللغط والقيل والقال كان ذلك الاستغفار كفارة المجلس. فليحرص الواحد على الإكثار من أستغفر الله. النبي فهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يستغفر في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة. جرب نفسك أيها المسلم، أنا وأنت، هل الواحد منا يجلس نصف ساعة يتحادث مع صاحب الله أو أكثر وأقل؟ هل يتخلل كلامهم مرات أستغفر الله؟ أو أن الكثير تمر الساعات والدقائق دون أن يتنبه لها؟ فلنكثر من الاستغفار. ثم أن الاستغفار من أسباب الكسب الدنيوي. نوح لما قال لقومه قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فهذا الاستغفار له شأن. وعمر بن الخطاب لما استغاث كرر الاستغفار، قالوا إنك ما قلت شيء، قال إنني استعملت مجاديف السماء، يعني في استغاثته. فلنكثر من الاستغفار في أمورنا كلها. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من الموفقين للعمل الصالح.